كان السبب وراء محاولة الناشطة اليمنية سارة علوان الانتحار بحسب ما ضجت به وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. سارة هي شابة يمنية من مدينة تعز جنوب غرب اليمن، وهي ناشطة حقوقية وتقوم بمساعدة العديد من الأسر الفقيرة والأطفال في اليمن. توثق سارة الأعمال الخيرية والحملات التي تقوم بها هي وآخرون على صفحتها على فيسبوك، والتي يتابعها الآلاف من الأشخاص. لكن يبدو أن سارة كانت تتعرض للابتزاز الإلكتروني من قبل أحد جيرانها على مدار العدة أشهر الماضية، ففوجئ متابعوها على فيسبوك بمنشور لها تتحدث فيه عن الانتحار. لا يمكننا طبعا نشر ما كتبته سارة بشكل كامل، لكن هذا جزء منه. قالت سارة: أنا آسفة لكل الناس اللي حبوني، العالم بشع فوق طاقتي، حاولت بكل ما أوتيت من قوة. وطالبت سارة من أحبائها الاعتناء بأهلها، مضيفة: البلاد دي غير صالحة للعيش، القوي الظالم هو اللي بيعيش بس. وفي النهاية دعت إلى معاقبة من قام بابتزازها قائلة: خذوا حقي منهم. وبعد منشور سارة بفترة وجيزة، تداول مستخدمو مواقع التواصل صورة قالوا إنها للحظة إسعاف بعض المارة لسارة عقب إطلاقها النار على نفسها في استراحة أحد فنادق تعز. نقلت سارة سريعاً إلى مستشفى الثورة في تعز لتلقي العلاج، وانتقد أفراد من أسرتها السلطات لعدم التحرك لإيقاف المبتز رغم مناشدات سارة السابقة لهم بأنها تتعرض للابتزاز الإلكتروني. قضية سارة أثارت نقاشاً واسعاً على منصات التواصل، فغردت المذيعة اليمنية أماني علوان قائلة: أنا في حالة غضب وحزن مما حدث لسارة علوان. يا ترى كم من سارة في مجتمعنا عانوا ويعانوا من هذه الجريمة؟ على النساء والجمعيات النسوية أن ينضج عملهن الحقوقي المساند للمرأة. مثل هذه القضايا يجب أن تتحول لرأي عام. أما أفنان عبيدو فتقول: سارة البنت القوية الشجاعة الطموحة المثالية المتمسكة بالحق، أنت قوية ونحن معك. بعد الضجة التي حدثت، أعلن مركز الإعلام الأمني لشرطة محافظة تعز أنه تم ضبط المشتبه به في قضية ابتزاز سارة، ونشر المركز هذه الصورة للمشتبه به. في الوقت ذاته أصدرت شرطة تعز بياناً مطولاً دحضت فيه اتهامها بالتقاعس، مؤكدة أن القضية كانت منظورة في إدارة البحث الجنائي من تاريخ 12 من مايو أيار عام 2022. يقول البيان: باشر المختصون إجراءات التحري والمتابعة وجمع الأدلة حتى تم التمكن من تحديد هوية المبتز. طلب والد سارة إيقاف الإجراءات في 29 من أغسطس آب 2022 لوجود مساعي صلح، باعتبار أن المبتز من جيران منزل أسرة الضحية. تهيب شرطة تعز بالناشطين التحري قبل تداول أي معلومات لتجنب انتشار الشائعات أو أي شائعات. بحسب أسرتها فإن سارة الآن في حالة مستقرة، وأكد عبد السلام الشرعبي زوج شقيقة الناشطة أن الأسرة تريد أن تجعل قضية الابتزاز الإلكتروني قضية رأي عام. ابتزاز لجميع البنات، وهذا نتيجة الثقة التي حدثت من الأسرة بجيرانهم الذي منحهم ثقة الدخول والخروج إلى البيت وأخذ الفلاشة وسحب بعض المعلومات الشخصية، ونحن سنقف بصفة مستمرة ضد هذه الظاهرة وسنحاكم الشخص الذي تسبب بهذا الأمر، ولن نقف مكتوف الأيدي وسنجعل القضية قضية